السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده. انا هنا على قناتكم حدث اليوم مساء يوم 15 فبراير، لكن هو فيديو او حلقه قصيره جدا، هي تنويه عن بث استثنائي اليوم ما كانش متفق عليه، ولكن ده لان الخبر اللي موجوده فيه هتكون استثنائيه لصيد كبير جدا لصقور المملكه العربيه السعوديه اللي احنا عهدنا بيهم دايما مستمر بصيد لاحد الخبراء الهامين جدا مع اللي هو صيد فارسي. صيد فارسي هام جدا ليس لوحده، ولكن كان معه ايضا بعض القيادات الحوثيه الهامه بتعزيز كبيره جدا. التفاصيل كلها نعرفها، ايضا الاسلحه البالستيه ايه اسرارها وايه التنوع اللي فيها والزخم اللي فيها، وخاصه التطور اللي في مأرب واستخدام الحوثيين بخلاف المسيرات والصواريخ البالستيه اللي بتتنقل من اماكن سريه معينه. هنعرف الاماكن السريه ونعرف التفاصيل كلها، ايضا الاتفاق الخبيث اللي ما بين الحوثيين وما بين الاخوان المسلمين وحزب الاصلاح في تهريب اسلحه غير اللي انا اتكلمت عنه من حوالي 4 ايام او 3 ايام، ولكن في دفعه تانية التفاصيل كلها نعرفها في اخبار حصريه بامر الله. بعتذر عن حلقه المساء مره تانية، ولكن نظرا لاهميه الحدث واهميه الاخبار والتفاصيل الهامه جدا، ان شاء الله هنلتقي في لايف هيكون استثنائي ولكن هام، وارجو ان انتم تشاركوني بيه باذن الله. ان شاء الله هنكون في انتظار مع بعض على لايف جميل جدا ومعلومات حصريه وجديده. انتظروني، كنت انا معكم هاني على قناتكم حدث اليوم، حفظ المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه مصر العربيه الامارات العربيه المتحده وما يحك ضدهم، ولكن ان شاء الله اليمن باذن الله سيتم تحريره. في مفاجآت هتحصل بامر الله في الجبهات، ولكن لازم يكون في حرص كبير جدا لان هم بيبتكروا اساليب جديده جدا واتفاقيات جديده، ان هم مش عايزين يسيبوا الجبهه باي طريقه، ولكن الصقور واعيين جدا وهم رصدينهم بكل الوسائل والتحركات كلها بيتم رصدها بيتم استهدافها. ده دليل جدا ان التحالف واعي جدا وبيتمر الامور عليه بكل دقه. وانتظروني بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.